هدية فنية للأمير مولاي الحسن. إليكم التفاصيل. فبمناسبة الذكرى 19 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، فقد تم تقديم أغنية وطنية تحت إشراف وتلحين وتوزيع وعزف ابن تطوان المايسترو محمد رشيد حيون الصالحي. هذا وقد لقي هذا العمل الفني الوطني استحسانا من طرف الجمهور التطواني، حيث أفرج عن هذا العمل حصريا ولأول مرة بمدينة المضيق احتفالا بهذه المناسبة العظيمة. راجينا من الله عز وجل أن يمد في عمر الأمير مولاي الحسن وفي عمر جلالة الملك محمد السادس. فقد أعرب المطرب المغربي سعد المجرد عن فرحته الكبيرة بتحقيق أغنيته الشهيرة المعلم مليار مشاهدة على موقع اليوتيوب. ونشر سعد المجرد عبر حسابه الشخصي على تطبيق الإنستغرام مقطع فيديو احتفل خلاله بنجاح الأغنية وتوجه بالشكر لجمهوره الكبير الذي أوصل الأغنية لهذا الرقم خلال 7 سنوات من طرحها. وأهدى سعد المجرد نجاح الأغنية إلى ملك المغرب محمد السادس. وتجدر الإشارة إلى أن الفنان سعد المجرد دائما ما يعبر عن حبه لملك البلاد محمد السادس من خلال تعليقاته على صوره التي ينشرها. الله يبارك في عمر سيدي، الله ينصر سيدنا. كما أن سعد المجرد ينشر دائما صورا للملك محمد السادس في العديد من المناسبات والأعياد الوطنية، حيث كانت آخر صورة نشرها عبر حسابه على الإنستغرام للملك محمد السادس رفقة ولي العهد مولاي الحسن بمناسبة عيد ميلاده، حيث علق عليها قائلا: كل عام وسيدي مولاي الحسن بألف